أهلا بكم. بين جهود التنمية وتحديات مكافحة الإرهاب يقف أهالي سيناء وسط مطالب مشروعة وقدرات محدودة من الدولة تم تعظيمها. ففي هذه الفترة نستعرض هموم ومشاكل أهالي سيناء وكذلك مطالبهم من الدولة. سبل حل هذه المشاكل، التحديات، المطالب، جهود الدولة في هذا الشأن. اسمحوا لي أن ينضم إلينا في الاستوديو سيادة النائب الدكتور حسام الرفاعي، عضو مجلس النواب عن دائرة شمال سيناء. أهلا بك دكتور حسام. أهلا بك. أهلا بك. ربما أكيد في السؤال العام بداية، حدثني عن أهم المشاكل في سيناء. هو خلينا الأول أشكرك على الاستضافة. أهلا بحضرتك. وخلينا نتكلم عن تاريخيا سيناء. معروف أن سيناء هي الجانب الشرقي من مصر، ومعروف أن مصر دايما بثرواتها ونيلها دايما مطمع، فكل الغزوات اللي غزت مصر كلها جت من الشرق، يمكن ما عدا غزو واحد الشرق اللي هو البوابه بتاعته سينا. طبعا سينا مكان مليء بالثروات، مكان برضو صحراوي قليل السكان، وبعد مشكله الدوله الصهيونيه واعلان دوله اسرائيل بدأت المشكلة تبقى واضحة من المطمع الحقيقي، وهو لليهود في إنشاء وطن قومي لليهود أولا في فلسطين، ثم التوسع وحلم إسرائيل الكبرى من النيل للفرات. وده يعني جايز إن احنا يكون عندنا شعارات وطنية، لكن ده عندهم عقيدة، ويكفي إن دستور دولتهم المزعومة لا يحتوي على حدود حتى الآن. كل دساتير العالم بتحتوي حدود الدولة من شرقا وغربا. بدأت الأطماع تبقى واضحة، وعلى مدار 60 سنة أو 70 سنة تعاملنا مع سيناء من خلال نظريتين. النظرية الأولى هي نظرية الإخلاء، إن احنا نفضي سيناء ومبقاش فيها حد ونعزلها عشان هي مسرح العمليات وإن احنا عارفين العدو. حصل الكلام ده وتم احتلال سيناء من الطامع الرئيسي اللي ما فيش غيره مرتين، 56 و67. نعم. وعادت بعد انتصار اكتوبر واتفاقية السلام، ففكرنا جديا في ان احنا نغير النظرية من الاخلاء الى الانماء. تمام. فكان خدنا في اول العودة فرحانين بسيناء وعودتها، وكان بعض المشروعات السريعة اللي اتعملت، ولكن لغايه لما توقفنا في بدايه التسعينات ان احنا لابد من اعاده النظر في اسلوب التنميه في سيناء، ووضع ما يسمى بالمشروع القومي لتنميه سيناء في 93، وكان المستهدف منه في خلال 2017 السنه اللي عدت من شهر انه يكون في 3.2 مليون مواطن موجودين من ابناء داخل سيناء عشان نواجه الاطماع اللي موجوده في سيناء. لم يحدث هذا. لا، ده انا اقول لك بقى احنا وصلنا لايه في 2017. ان عدد سكان سيناء بيقل، انه وصلنا مرحله ان انا ابقى متخوف ان حد من الوادي يخش سيناء، بمنعه لو اقامته مش سيناء. معظم المشروعات توقفت. من المتخوف؟ اهالي سيناء؟ طبعا احنا لماذا؟ متخوفين. اولا احنا عارفين الاطماع تماما يعني، ويمكن صفحات التواصل خلال الاسبوع اللي فات دي معرفش، بس هو مؤكد يعني ان ترامب صرح بانه لا دوله، لا حديث عن دوله فلسطينيه في اسرائيل، ولكن ستكون في سيناء، وحدد معلمها. الكلام ده احنا متخوفين منه. لكن يعني ترامب مثل اي رئيس دوله في العالم يقول كما يشاء، في النهايه لدينا دوله ودستور وقواعد. المشكله اللي بيقوله بيعمله. يعني هو اول رئيس امريكي رغم قرار 95 بنقل السفارة، هو اللي قال القدس إسرائيلية عاصمة إسرائيل، وقال السفارة تتنقل. فإحنا في سيناء عندنا التخوف ده من الأول، وعندنا الشكوك من الأول في أنه عشان يتحقق أي أطماع في سيناء ليها شروط ليهم، وهي أن سيناء تبقى غير مستقرة وغير أمنة، أن تبقى مفرقة بأكبر قدر ممكن من السكان، أو فيها أقل قدر ممكن من السكان المصريين، معزولة عن الوطن الأم مصر، مكسورة القداسة لدى الشعب المصري، ومن يظل في سيناء يفقد انتمائه لمصر.
للأسف الشديد إن احنا خلال السنوات اللي فاتت بدأنا نشوف إن كل ما تطلبه إسرائيل وأطماعها في سيناء بيتحقق، سواء عن عمد من خلال عدم الاستقرار وعدم التنمية وغياب التنمية والمشروعات القومية، ومن خلال التفريغ، من خلال كسر القداسة إعلاميا بنوجه إنه أبناء سيناء في التشكيك فيهم وهم وهم وكلام. اعتذر على المقاطعة دكتور، بما أنك تتحدث عن أرض مقدسة، زميلتنا رضوى رحيم ذهبت إلى سيناء وعدت تقريرا من هناك، اسمح لي نشاهد هذا التقرير ونعود نكمل حديثنا، نذهب هناك. إلى الصامدين المرابطين كملح الأرض، من تعلمت منهم درسا جديدا في معنى الوطنية، إلى وجوه، حكايات، ذكريات أيام سجلت في القلب قبل أن ترصدها عدسات الكاميرا، إلى أنشودة الثبات في قلب المعركة، إلى أهل سيناء أهدي أغنية الصمود. على كبر السلام، وأنت تعبر إلى سيناء لا تملك إلا أن تلقي السلام على أرواح طاهرة لشهداء يستقبل قطيب عطرها قبل أهالي سيناء. كنت أشعر بفخر بمهمتي الصحفية في سيناء، لكنه كان مشوب بقلق حول الوضع الأمني، خاصة بعد أحداث مسجد الروضة. لكن كل هذا تبدل تماما بمجرد أن عبرت أول بوابة إلى أرض الفيروز الطاهرة. هنا تشعر بأن الاسم مصر وقع آخر يقال بغلو الروح وبحرارة الدم. أبكي، أنزف، أموت وتعيشي يا ضحكة مصر. يوم الدين الفدائي وابراغيف عدى الأرض المحتلة ودمر برليف عدى الأرض. وأثناء تغطيتي الإخبارية في مستشفى ميداني بقرية ربعة مركز بئر عبد، وجدتها تهدهد حفيدتها بأغاني وطنية. وبلاش قال غنى أطفال، لا لازم العيل يبقى وطني. لازم يتعود العيل أن يكون وطني. خاتم في ايدي يحرم علي الخاتم في ايدي. يبدو ان الاطفال هنا يرضعون البطوله مع لبن الام، وربما هذا سر الثبات والتحدي في عيون الصغار. الهمتني بصدق احساسها وفطرتها، فاستجبت لدعوتها الى بيتها لاتعرف اكثر على قصه سيده الاغاني الوطنيه. والله بغني أغاني الحرب، كنت أنا والفلسطينيات في كل انتصار، وفي انتصار أكتوبر بحس بشرف وتقدير لمصر، بحس أني مقدرة وطني وبحب وطني وبحب مصر أصلي، وجوزي زيي بحب مصر، أبوي زيي بحب مصر. مفهوم الثراء هنا في شمال سيناء هو أن تملك رصيد أكبر من تاريخ النضال الوطني كبيت الشيخ سالم الهرش. بالرغم من رحيله، إلا أن الأولاد والأحفاد يعيشون في كنف عباءته وينهلون من جعبة بطولته زاداً للأيام الصعبة. يمكن الأجيال الصغيرة في السن ما تعرفش مين هو الشيخ سالم الهرش، والشيخ سالم الهرش ده بطل مؤتمر الحسنة، والمؤتمر ده كان إسرائيل بدأت تجهز أو تاخد خطوات إنها تقنع المشايخ بعد نكسة 67 واحتلالها لسيناء، إنها عملت فكرة تدويل سيناء، فصايرهم في الكلام وعرض الموضوع على القيادة في القاهرة لغاية لما صدرت التعليمات وتم اختياره المتحدث باسم مشايخ سيناء في هذا المؤتمر. إسرائيل عملت المؤتمر ده في منطقة
اسمها الحسنة، دعت لي الأعضاء الدائمين الخمس أعضاء الدائمين من مجلس الأمن لغاية لما جت الكلمة على الوالد الله يرحمه، وقال يا جماعة أنتوا قدمتوا لنا معونات وساعدتونا، ما بننكرش، ولكن سيناء دي مصرية وجزء من مصر، والوحيد اللي يملك حق التفاوض على سيناء واحد اسمه جمال عبد الناصر، وعنوانه في منشيت البكر في القاهرة لو أنتوا معكوش العنوان بتاعه. فكرة المعاناة بتزيد من قيمة الشيء. الحاجة السهلة محدش بيحس بقيمتها، لكن الحاجة اللي بتعاني علشانها بتزود عندك فكرة حبها، وإنك مش قاعد فيها علشان خاطر إن كده بس أنت اتولدت فيها، لا أنت مسؤول عنها. لما تعاني بالظروف مجاورة أكبر عدو للشرق الأوسط وللوطن العربي والعالم الإسلامي، وجودك جنبه بيديك إحساس إنك أنت خط الدفاع الأول لهذا المكان، بإن أنت أولى واحد بالاستشهاد في هذه الأرض، إن الأرض دي أنت اتخلقت عشان تدافع عنها، ربنا خلقك هنا علشان تدافع عنها، وورثنا كده من أجدادنا. أنا جدي رحمة الله عليه كان هيبقى في يوم من الأيام لو سمع كلام العدو الإسرائيلي كان المفروض يبقى ملك سيناء، لكن بالرغم من إنه لا يقرأ ولا يكتب، ولكن لديه من الفطنة والذكاء وحب مصر قبل ده كله اللي خلاه يرفض وعرض نفسه للموت وعرض عيلته وقبيلته كلها للخطر في مقابل انه بيحب مصر وبيحب ارض مصر. اليوم هنا في شمال سيناء ليس كغيره، ففرق الوقت هو فرق امني، فالنهار يبدا مع شروق الشمس ويرحل قبل أن ترحل هي عن السماء. اليوم بيبدأ عندنا من الساعة 8 الصبح بينتهي الساعة 5 المغرب، بس لا أكتر ولا أقل. ما هو حياتنا كلها يوم واحد، البداية زي النهاية، يعني اليوم متكرر نفسه هو. إنه صوت العمل يدق على الظروف الصعبة ويشكل من ألم الأوجاع أملا لغد أفضل. هذا ما يفعله محمد وكل المرابطين هنا، من ينشدوا أغنية الصمود مع الحياة. في حاجات كتير متعطلة عندنا، في من البر التاني ما بتدخلناش بسبب طبعا الضرب اللي بيحصل هنا في سيناء. طبعا البر التاني كله واخد فكرة عن أهل سيناء انهم كلهم إرهاب، كلهم داعش زي ما هم بيقولوا، بس بالعكس أهالي سيناء طيبين جدا. أنا الفترة اللي فاتت ما كانش في شغل، أيام من بعد الثورة ما كانش في شغل، لكن حاليا لما بدأت شغل شر التفريعة والشغل في بير العبد وشغل في العريش والكلام ده كله، فطبعا فتح لي أنا شغل، وأنا بناء على كده أنا هشغل ناس معايا، ما أنا بدي فرصة عمل للناس اللي شغالة معايا إنها تشتغل. صوت الصمت والحذر، طلقات الرصاص قد تسمعها من بعيد، إنها الموسيقى التصويرية لليل في سيناء، لكن بين الأبواب المغلقة مبكراً على أصحابها يكسر الشباب جدار الترقب والحذر برقصة الرجال دبكة الأجداد. الدبكة دي يعتبر بتجوينا في اللحظات الإيه الصعبة والظروف، رغم الظروف اللي احنا فيها هذه، يعني كل يوم ليلة سمر بالنسبة لنا، بنقعد بنفتكر طبعا كل فقراتنا هذه وبنتعلم الدبكة، وحتى كمان في شباب لسه صغار احنا بنعلمهم، وطبعا سهراتنا يوميا بهذا الحال، يعني زي ما انت شايفين كل ما نكون في مثلا عندنا ضرب، عندنا اي شيء من مثلا من هالمشاكل اللي بتحصل في ظروف عندنا في شمال سيناء، بنقعد يعني نتعلم، حتى الشباب الصغار لما بيتعلموا الدبكة بيصيروا يعني قوية، يعني يكونوا كويسين في قوة، حاسين دي شدة بالنسبة لهم يوميا، يعني على هذا الحال إن شاء الله. أو قد يحاربون برودة سواد الليل بدفء أكواب الشاي البدوي أو بحرارة المنافسة في مباريات كرة القدم رغم قلة الإمكانيات. أنا حلمي ونفسي إن يبقى في مكتبة نعرف نقرأ فيها،
امارس هوايتي. انا واحد ناس بحب القرايه، نفسي امارس هوايتي كقارئ، اقعد في مكتبه اقرا فيها. غيري شباب نفسه يلعب، بدل ما ننمي احنا مجهوداتنا الذاتيه يبقى في تنميه وفي للملعب دعم وللمركز، ونبقى يعني الشباب يتنمى فكره بطريقه مختلفه. عقيدة أهل البادية أن أرض سيناء كلها وطن، ومهما عانوا من مرارة التهجير والتضحية على مر العصور للظروف الأمنية دائما ما تكون العودة حتمية. هذا ما يؤمن به المرحلون من المناطق الحدودية في رفح والشيخ زويد، من قدموا بيوتهم وذكريات حياتهم طواعية من أجل مساعدة الجيش في تأمين حدود مصر. لازم نضحي لمصر، لازم نضحي. أصعب لحظة هي لما تشوف الضرب فوق راسك والطخ، هذا أصعب لحظة. يعني أنت لما تشوف الطخ فوق راسك والطيارات فوق راسك، مش أصعب لحظة؟ أصعب لحظة. كان الوصول إلى النازحين صعباً لأن بعضهم يتم استهدافه من الجماعات الإرهابية لدورهم الوطني. مهما قلت لك الصراع اللي جوانا كان اننا نترك بيتنا والمكان اللي تربينا فيه واولادنا نشأوا فيه واتولدوا فيه، لكن بيغطي عليه ان ده لصالح البلد. حزننا على بيتنا مهما كان مش هيكون بغلاوه البلد، بغلاوه مصر كلها. احنا بنودي ولادنا للجيش يخدموا في الجيش، ممكن يرجع لي ابني شهيد جثه. عمره ما كان بيت ومبنى وحيطان وجدران وقطعه ارض انا كنت عليها هتكون اغلى من ابن، اغلى من نقطه دم لعسكري او اي حد تسقط لسبيل البلد. كل شارع، كل طوبه في الارض لا زالت ليها ذكر عندي. مش ناسي أصدقائي، مش ناسي جيراني، ولا زلنا نتواصل مع بعض والحمد لله. مش ناسي الكتابة اللي على الحيطان، لا زالت مطبوعة في ذاكرتي. ناس كتير تعبت من الموضوع ده، لكن لما يحسوا إنه تضحيتهم دي لصالح مصر بيهدوا. في ناس اندبحت، في ناس هربت، يعني سابت بيوتها وسابت طواعية لأنهم مرصودين مطلوبين للناس دي، لأنهم بتعاونوا مع الجيش المصري والشرطة المصرية. لو قلت لك يعني أنا ليا صديق الله يرحمه استشهد، دبحوه، يعني دبح قطعوا راسه علشان راجل بيتعامل مع الجيش. ده كان منظر صعب جدا، ورغم ده مهما كان مش هيثنينا اننا هنفضل متعاونين مع جيشنا، مع شرطتنا، مع دولتنا، مع بلدنا، على اساس ان نحافظ عليها ونطهرها ان شاء الله من الاوغاش والاوغاد اللي دخلوها ينجسوها. ان شاء الله هتنضف وهننضفها بمساعده الناس ومساعده الشرفاء من اهل البلد. وفي طريقي الى قريه الروضه كانت السماء ما زالت تبكي حزنا على شهداء صلاه الجمعه في مسجد روضة الشهداء. هنا تشعر بصمت يتألم في عيون الرجال، وأحجار ورمال المقابر الجماعية تحكي عن دم جديد طاهر سال غدرا، لكنه سيخلف فجرا جديدا من العزم والتنمية. أنا بيشرفني أني واحدة من بنات سينا، بيشرفني أن أكون فتاة سينوية أو امرأة سينوية. أنا لما دخلت لأهالينا وإخواتنا وإحنا بنطبطب عليهم وبنحضنهم ونقول لهم شدوا حيلكم، لقيناهم هم اللي بيقولوا لنا شدوا حيلكم. كنا إحنا بنبكي وبكائنا كان غصب عنا، يعني من هول المصيبة، لكن إحنا لقيناهم إن هم بيصبرونا، وإن ده قضاء الله وقدره، اللهم لا اعتراض. إحنا مش باكيين، إحنا مش حزانة علشان ربنا خدهم وهم متوديين وفي قلب المسجد بيصلوا، إحنا حزانة للفراق بس. لقينا مقاسي، يعني أنا بيحزنني
ان انا فوجئت وانا يوم السبت 25/11 وانا في مستشفى معهد ناصر لقيت اخ عزيز بجاي يسلم عليا ويقول لي ازيك يا حاجه، فببص له بقول له انت ليه هنا؟ فبيقول لي محمد سلمي مات. انا يعني ما خطرش على بالي مين محمد سلمي لان هم كل اساميهم متشابهه. ففوجئت ان محمد سلمي ابني اللي توفاه الله هو وابنه انه اصيب في الشيخ زويد بطلق ناري وبترت ساقه من فوق الركبه وقعد 5 شهور. وبعد الاصابه ركبنا له اجهزه تعويضيه، ركبنا له قدم وبدا يمشي عليها وكان فرحان وكان بيتعكز على عادل ابنه اللي عنده 9 سنين. فوجئت انه بيقول لي انه محمد سلمي وعادل استشهدوا في الحادثه، يعني تاني مره يعني نجي من الموت في الشيخ زويد ومات في مسجد روضه الشهداء هو وابنه. يعني كنت حزينه جدا لما خضرة مراته جت وبتحضني وبتبكي، كان بكاي اكبر من بكائها. الثأر واجب، لكن لم تكن مصر غافلة عن تضحيات أهل سيناء، فكل قطرة دم، كل لحظة خوف مرت على صدور أطفال صغار ستعوض بنهار جديد يشرق على أرض سيناء، وستتحول أغنية الصمود إلى أغنيات العمل والأمل في مستقبل أفضل. مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم على الدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. إذن سيناء حكاية صمود على مدار التاريخ. شكرا جزيلا زميلتنا رضوى رحيم على هذا المجهود الكبير في هذا التقرير. أعود إليك دكتور حسام، بداية كيف تعلق على ما رأيت؟ طبعا تقرير هايل وجهد رائع، ويمكن أنتم من القنوات القليلة اللي وصلت هناك. جايز أن أنتم لم تتمكنوا من توصلوا للمناطق اللي فيها الصمود وفيها المعاناة، وهي العريش وربح الشيخ زويد، ولكن اعتقد التقرير جاب معاناه من نزح من المناطق دي واقام في بئر العبد، الملاذ الامن لنا حتى الان، واللي نتمنى ان شاء الله باذن الله انها تظل امنه، لان هي دي الملاذ الامن لنا. بعد كده الناس بتنزح او تخرج بره محافظه شمال سيناء. لكن اي مواطن مصري عندما يستمع لكلمه سيناء، ودعنا نتحدث صراحه حتى اخواتنا وابنائنا في القوات المسلحه، عندما يستمع انه ذهب الى سيناء فيقول ساذهب الى الشهاده وما الى ذلك، كما يصور بعض وسائل الاعلام. لكن رضوى ذهبت الى هناك وسجلت بالفعل، وهم على فكره يعني كنا نتمنى ان شاء الله ان باذن الله انها تخش المناطق الاخرى عشان برضو ترصد المعاناه، لكن هي التقرير ممتاز جدا. هو بص حضرتك، المشكله اللي موجوده عندنا دلوقتي، احنا نعلم تمام العلم انه ومتاخرين ان ما يحدث هو مؤامره ضد مصر كلها مش سينا، والمستهدف فيها سينا، عشان المؤامره الاكبر والاعظم اللي احنا متاكدين منها ومتيقنين من النيل الى الفرات، اللي هي من النيل للفرات. ولكن حقيقه برضه عشان احنا مع قواتنا المسلحه، تاريخنا مع قواتنا المسلحه نعم. حتى لغايه 67 على فكره كان سينا بالذات شبه جزيره سيناء بيديرها الجيش، مش الداخليه او مش الاداره المحليه، الاداره المحليه عادت لسينا 82 بعد العوده، ولكن تاريخنا كله مع قواتنا المسلحه. ولكن اذا تكلمنا عن الوضع الحالي، بنقول ان هناك بعض الاجراءات الامنيه، احنا شركاء الجيش والشرطه. اي واحد يتكلم عن ابناء سينا، انا بقول له اكثر من 500 واحد تم ذبحهم واتنشرت في فيديوهات ونزلت من ابناء سينا بتهم في التعاون مع القوات المسلحه، واخرهم اعتقد يمكن اللي ما شافش الفيديوهات شاف حادثه الروضه، وان 315 اكثر من 315 شهيد و100 مصاب من ابناء سينا من سكان قريه الروضه، تم استهدافهم استهداف بمجزره في المسجد اثناء صلاتهم. فاعتقد ان عيب على اي حد يتكلم على انه ابناء سينا مش متعاونين، ابناء سينا مش واقفين مع الدوله، ابناء سينا الارهاب بيعيش في وسطهم. ما اعتقدش ان الارهاب كان عايش في وسط اهل الروضه
وثم دخل قتلهم. نعم. الكلام ده للأسف الشديد يؤذيكم، هذا يؤذينا ويؤذي مشاعرنا، بل بالعكس في حاجة تانية يمكن تركيز من بعض الإعلاميين، وأنا مستعد أذكرهم بالاسم ولينا مواقف معهم بسينا، اللي طلبوا ضربنا بالنبالم و و و الكلام ده احنا بنحسه بقى في الجندي الصغير والضابط الصغير اللي واقف على الكمين، انه بيتعامل بقسوه مع ابناء سينا لانه معبأ من الاعلام. لما يجي مثلا التلفزيون المصري يجيب جنازه شهيد ويقول شهيد العريش، هو مش شهيد العريش، هو شهيد الارهاب. ان الكلام ده عمل حاله نفسيه لجنودنا وضباطنا، واحنا دايما بنقول لهم يا جماعه احنا شركاكم، احنا بنموت معاكم. انت بتموت وبتستشهد، انا بموت وبستشهد ومعاك، وانا بتهجر وانا بتاخد اشتباه لفترات طويله. دكتور، انت من ابناء سيناء طب. وانت صيدلي كما تعرفنا قبل الحلقه، وانت عضو في لجنه حقوق الانسان في مجلس النواب. ما هي الاليات لتغيير هذا الواقع؟ الاليات احنا طالبين يعني دراسه، اعاده دراسه بعض الاجراءات الامنيه اللي بتضيق علينا حياتنا وتخلينا فعلا نسيب سيناء ونهجرها. لانه لكن انت تعلم يعني الشيء بالشيء اذكر وجهه النظر الاخرى، مضايقات امنيه بطبيعه الحال هي حاله من حالات التخوف الامني. احنا عاوزين التخوف لتامين الناس في سيناء. احنا بنتكلم على التدقيق والتضييق. يعني هقول لحضرتك حاجه، حضرتك في التقرير الاستاذه رضوى طلع على كوبري السلام ووصلت سيناء بسرعه. الكوبري ده مقفول، عندي مشكله معديات. يعني هل تتخيل ان الجيش المصري العظيم عبر قناة السويس وحط خط برليف؟ أتحدث أيضا عن أتحدث عن رجل مسؤول، أنت عضو في البرلمان. أيوة، أنا بقول لحضرتك الكلام ده قلناه في كل مكان. نعم. تعال روح شوف مثلا المعديات، الكوبري اتفتح ولكن في إجراءات تفتيش دقيقة أو مطولة بتخلي المواطن يقعد ست ساعات ومعزول عن. يعني آخر حاجة حضرتك، إحنا عندنا مطار العريش. مطار العريش ده مطار مدني غير مستخدم. حصل حادثة اللي هو محاولة استهداف وزيرين الدفاع والداخلية. نعم. المطار نفسه مش مستهدف وغير مستخدم. صدر قرار أخيرا بأنه يتعمل له حرم 5 كيلو من كل اتجاه. أنت عارف حضرتك 5 كيلو من كل اتجاه ده أولا كان يأكل نص الكتلة السكنية بتاعة المدينة وقدرنا نوقفه. بيقتلع أشجار وبيكلف تكلفة أعلى من تكلفة يعني إنشاء ربما مطار. أنا أعتذر منك بشدة لضيق الوقت، لكن ربما ننهي بهذه الجزئية. عندما كنت مجندا في القوات المسلحة علمونا أن العرق في التدريب يوفر الدماء في المعركة. ربما هناك بعض الإجراءات الاحترازية، ربما هناك بعض المضايقات غير المقصودة لأهالي سيناء، ولكن في النهاية هي للحفاظ على كل قطرة دم لأبناء سيناء وحتى الجنود من بقية القوات المسلحة. احنا تاني عشان نقول إذا أردت في 30 ثانية أن تختم وأعتذر منك مرة أخرى. احنا مع التدقيق، ولكن التضييق في منع السلع في الخدمات اللي بتؤدى قد تؤدي إلى الهدف الآخرين وهو تفريق سيناء. نعم. بعض المحاولات التشويه والمطالبة بتهجير سيناء قد تؤدي إلى أهداف الآخرين. إحنا بنقول إن سيناء وأبنائها هم درع للقوات المسلحة والشرطة، هم ضحايا الإرهاب زي مع جيشهم وشرطتهم. نعم. وسقط من مدنيين كثيرين جدا. نعم. وضحايا الحرب على الإرهاب. كل اللي طالبينه هو مراجعة بعض الإجراءات الأمنية لتسيير الحياة في شمال سيناء. وصل صوتك عبر تن، وربما أيضا ربما تصل به داخل قبة البرلمان المصري. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور حسام الرفاعي، عضو مجلس النواب، عضو لجنة حقوق الإنسان، وقبل هذا وذاك السيناوي المحترم الدكتور المصري طبعا الدكتور حسام الرفاعي. شكرا جزيلا لك، وأعتذر منك لقصر وقت هذه الحلقة. إذن وصلنا بكم لختام هذه الحلقة، تقبلوا تحيات فريق عملها وهذه تحيات محمد الرميحي، أنقلها إليكم من القاهرة. سلام من الله عليكم ورحمات وبركات.